ناس كتيرة جدا اتكلمت على ان النظريات اللي ألفها اينشتاين او اكتشفها هي نظريات غير حقيقية. هل الكلام ده صحيح ولا فعلا النظريات اللي هو قالها دي نظريات حقيقية؟ خلونا نحلل الجانب المظلم في شخصية اينشتاين. دي شخصية اينشتاين، الوجه ده في علم الفراسة وهو الوجه المربع، النوع ده من الناس شخص المشاعر عنده قليلة جدا جدا جدا، شخص بيهتم بالاستدلالات المادية على اي شيء. الشخصية اللي قدامي ما فيهاش صفات تدل على انه عالم او بيهتم بالعلم، ولكن تحليل الجزء السفلي في الوجه بيدل على ان الشخص ده كثير القراءة، لان الفك هنا قريب من الدقن. الدقن دي تلاقي فيها هنا الخط ده. النوع ده من الناس دايما بيحب الملذات. الوجه المربع وجه ذكوري، لما يكون عنده خط هنا فالنوع ده من الناس بيهتم بالملذات. النوع ده لو ما عندوش عادات وتقاليد، واللي انا شايفه ان هنا الجزء ده منفوخ من اول هنا لهنا، اذا كان الجزء ده منفوخ فالنوع ده من الناس لا يهتم بالعادات والتقاليد. في الحالة دي ينفع ان انا اقول ان الشخص ده بيهتم بالستات جدا او بيهتم بالمرأة جدا. جميل جدا.